سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم بخير، اموركم كلها مزيانه. اليوم غادي نتلاقاو في فيديو جديد، غادي يكون روتين ديال الحمام المغربي اللي حنا هنا الصراحه في الغربه كنتوحشوه، ولكن كنحاولوا اننا نكريو هكايا الاجواء ديالو في الدار. غادي نتقاسم معكم كيفاش كندير هكايا الحمام، كيفاش كندير الروتين ديال الحمام. غادي نتقاسم معكم ايضا جوج ديال الوصفات، وصفه ديال الشعر، غزاله الشعر، وصفة اخرى ديال الوجه مع مقشر اللي كنت ديجا وريته لكم جو بونس في شي فيديو. وابار سا غادي نوريكم حتى لي برودوي اللي كنستعمل باش كنيدغاتي لو كور وحتى وجهي وكلشي ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي ماسك الشعر. ضروري البنات قبل ما كنبغي ندوش انا كندير شي ماسك لشعري هكا، دائما كنخلي واحد ساعتين، اما كندير حمام زيت كنخلط فيه الزيوت كامل اللي عندي في الدار، سينو كندير شي ماسك هكا للشعر لحقاش انا الشعر ديالي جاف. دونك خاصني ضروري شي حاجه اللي تغديه. او اليوم شنو غادي نديرو؟ اليوم غادي ناخذ البنات هذاك زيت الفلفل اللي كنت حضرت معاكم، غادي نخلطو مع بيضه كامله، وغادي ندير معاهم معلقه ديال القهوه ديال سريع الذوبان. هذه باش تخليها هكا لا بريون، سورتو انا دايره واحد لا كولور في شعري خاصها ضروري باش تبقى هكا تبري. غادي نديرو كلشي البنات، غادي نخلطوهم، غادي نديرو في شعري نخليهم واحد ساعتين بما انا درت ماسك لوجهي، وهانتوما غتشوفوا معايا الطريقه ساهله ماهله، كلشي غادي نخلطوه. الحاجه اللي بغي نقول لكم البنات سكو حاولوا تمشطوا شعركم قبل ما تدخلوا في الدوش، من بعد ملي تدخلوا في الدوش ما تمشطوش. هذا الشيء انتما غتشوفوني غادي نمشط شعري هو الاول، وغادي ندير الماسك، غادي نخليه وندوز ندير ان شاء الله ماسك الوجه. شعري كامل خديت واحد الفوطه هكايا فزكتها مزيان، درت لها الماء سخون فزكتها مزيان ودرتها في شعري هكا باش يكون ليفي، باش يكون ليفي ديال الماسك كتر. تقدروا تفزكوا شعركم بلي ما ديروا قبل زعما كي عاد ديروا هذا، ولا تشدوا واحد الفوطه هكايا سخونه باش كتعطي المفعول ديالها احسن. الصراحه في اي ماسك لا بغيتوا يكون المفعول ديالو احسن، احسن حاجه ديروه هي ديروا واحد الفوطه سخونه من ورا ما ديروا الماسك ديالكم. البنات دابا غادي نحضروا واحد الماسك للوجه اللي غادي نحتاجوا فيه جوج ديال المكونات، ساهل وزوين غزال للوجه. فيه الروز، راكم عارفين شحال الروز مهم للوجه، سورتو اليابانيين كيستعملوه بزاف كيكون وجههم غزال. غادي نحتاجوا معلقه ديال الروز، وغادي نديروا معاه المورد،
ولكن قبل غادي نديرو واحد الكوماج، غادي نكومي الوجه ديالنا. غادي نديرو فيه، درت فيه ديجا وجدتو، غادي درت فيه تخ ديال القهوه وزيت العود، ودرت فيه شي شويه ديال زيت الكوكو. الا بقى ليا غادي نديرو حتى الجسم ديالي من بعد. سهله البنات، غادي ناخد معلقه ديال الروز اللي غتكفاني انا لوجهي، وغادي نخلطها بشويه ديال المورد. هاد الماسك البنات غزال، زوين بزاف، جربوه كيبيض و ميم طون كيرطب الوجه. ها نتوما غادي تشوفوا معايا كيف غادي ندير ليه. نابليكيه على وجهي وغادي نخليه واحد ان شاء الله واحد 3 ساعه، عاد نغسل وجهي او دوك ندخل نعوم ان شاء الله. كيتو حتى على ديرو حتى على عنقكم. غادي نخليه ان شاء الله واحد 3 ساعة بحال هكا، ربع ساعه، ومن بعد نغسل وجهي. وغادي ندير واحد غادي نشد واحد لي غونديل ديال الخيار، هكا دوارات ديال الخيار، وغادي نحطهم على عينيا على ود العيا والستريس ولا فاتيك والاسترن. البنات هنايا خديت الخيار كنت حكيتو ودرتو في الثلاجه هكا باش يبرد، ودابا هذاك الماء ديالو غادي نخشيتو هكا، غادي نديرو في القطينه بارد، عرفتي كي تحسي بو بارد. وغادي نديرو نحطو فوق عينيا اون اتوندون ينشف ليا الماسك، نخليه فوق عينيا. زوين جربو هذا، مزيان لا فاتيك ولا سيرم، هكا هاد الهال تصدي في العين. وحتى البنات هنايا غادي نتقاسم معكم الشامبوان اللي كنستعمل. هذا البنات 3 سيمين دابا باش تبعتو، باغسكو كنت كنستعمل واحد وقطعوه ما بقاش، دوكو بدلتو، خديت هذا ديال لوريال، ما فيش سيليكون وما فيش بارابين وما فيش كولورون. حيت الساعه راه مزيان وافقني شعري، الا بغيتو تجربوه. انا خديت ديال شوفو كولوري، كاين فيه حتى ديال الشعر الجاف ديال الشعر الدهني. سينو هذا هو الميلوغ ديالو، ها هو غادي نوري لكم. هنا راه كنت كنهبط نجيب برودوي نرجع. هذا البلسم ديالو زويون الصراحه البنات، الا بغيتو انا جو بونس هذا جديد باسكو يلا بان ليا انايا، خديته قلت نجربو. هذا الباندوج اللي كنستعمل ديال باليا زويون، لي برودوي الصراحه ديال باليا كاملين زوينين، ديال دي ام، واخا حنا خساره بعيده علينا، حكاكه رجلين ضروريه. نسيت موريتكمش، المهم الكيس وهذاك حتى هو راه ضروري. غادي ندوش البنات ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم لي برودوي اللي كنرطب بهم وكلشي. البنات هنايا غادي نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل، صراحه هذا هو الروتين اللي متبع دابا. ضروري البنات من ورا ضروري ما غادي ترطبوا وجهكم. كنستعمل البنات هذا السيروم اللي وريتكم ديال فيليتا، هذه ديال كريم ايدغاتونت اللي كنستعمل دابا، ديال بروفينسال لا مارك ديالها، سميت لا مارك ديالها. ليدغاتاسيون ديالها صراحه زوينه، وخديت حتى هذا ديال كونتور دي زيو ديالو حتى هو البنات زوين، جربتو الصراحه زوين. مي السيروم البنات اللي وريتكم في الاول غزال، الا لقيتوه خذوه باسكو فريمون احسن سيروم بالنسبه ليا هو هذاك السيروم، زوين بزاف البنات فريمون بزاف زوين. هذاك فيه الرمان فريمون كيبان لي فيه ديالو. هذا البنات هنايا باش كنيدغاتي هكا لو كور ديالي ضروري بالليدغاتاسيون البنات من ورا ضروري. وهذاك سبراي حتى هو غزال ديال فيكتوريا سيكريت. البنات احسن حاجه عندي من وراء انا الحمام صراحه هي كيجي بريد ديال اتاي،
مع شي حاجه هكايا. الصراحه كيعجبني نعمر بالهديلاتين، نكون دايره شي حاجه قبل ما ندخل الصراحه للدوش، كضروري كندير شي حاجه بحال هكا سورتو الا كان عندي الوقت، كنطيبها كم سيمنات ولا اللي كان على حساب، كنجلس نشرب بالهديلاتاي ونعقل على التدويشه ديالي. ونتمنى البنات ان هذا الروتين اللي تقاسمت معكم اليوم يعجبكم، والروتين ولي برودوي هما يجربوهم وحتى الوصفات. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وكنبغيكم بزاف الناس اللي اول مره غادي نشوفوا لاشين ديالي، صابوني وجيم. السلام عليكم.